طيب معانا نرجع تاني لكرة اليد، معانا اللاعب مهاب حسام لاعب منتخب مصر. اهلا بيك يا مهاب. اهلا وسهلا، احب ارحب بالاستاذ خالد يعني منور شاشه قناه النادي الاهلي، وبقول لك الف مليون مبروك التاهل اول المجموعه، يعني سهلت المهمه علينا كتير يا مهاب. الله يبارك ربنا يخليك. طب قول يا مهاب، يعني المباراه النهارده يعني بتهيألي كان الشوط الاول اكتر، انتوا مركزين اكتر، الشوط الثاني بعد ما اتحسمت النتيجه بتهيألي نوعا ما اللعيبه برضو فضلت انها تريح وتلعب على قد المباراه. معلش مهاب، مهاب الصوت يا مهاب وحش، معلش استاذنك لو تتحرك يعني يمين شويه او شمال شويه لان احنا مش قادرين نسمع حضرتك كويس. مهاب طيب هنجيبه تاني اكيد، الشبكات اكيد يعني فيها مشكله. خليني برضو اقول الخبر التاني، انتوا عارفين ان طيب مهاب معلش احنا اسف الصوت وحش، اتفضل يا مهاب. انا حضرتك الشوط الاول اللي احنا كنا مركزين ودفعنا كويس وجينا في وقت البيج فده عمل لنا فرق، ف الماتش من الشوط الاول. الشوط الثاني كان يعني زي في شويه تراخي كده عشان نساعد بس الماتشات اللي فاتت، بس الماتش يعني كان احنا خلصناه، كنا عايزين نخلصه من بدري عشان نقدر نريح عشان نستعد بقى لمباريات دور الثمانيه يعني. طب مهاب قول لي يعني شايف دور الثمانيه ان شاء الله ازاي؟ شايف دور الاربعه ان شاء الله ربنا يكرمنا لو وصلنا الفاينل، شايف فرقه الجابون يمكن هنقابلها في دور الاربعه بنسبه كبيره جدا في قبل النهائي، شايف المباراه دي ازاي ضد صاحب الارض والجمهور؟ جدا عشان الجماهير عندهم كتير قوي، بس احنا المفروض يعني هنبقى قد المسؤوليه يعني احنا يعني الماتش ان شاء الله هندرسه واحده واحده، نركز بس ماتش دور الثمانيه الاول للكونغو ومع فريق محترم برضه، بعد كده ان شاء الله الجابون يعني هيبقى ليه حسابات ثانيه، احنا بناخد الماتش واحده واحده يعني. أكيد طبعا كابتن مهاب حسام لاعب منتخب مصر، شكرا جزيلا، كلام محترم، اللاعب كان كلامه واضح مهاب، قال إن احنا واخدين البطولة، شكرا جزيلا ليك يا مهاب.